النهارده. تاني نقطة النهارده من وجهة نظري الحقيقة الأمور، يعني بعض الناس بيتكلموا النهارده عن التحكيم، أنا شايف النهارده محمود عاشور عمل مباراة جيدة وإن الأمور التحكيمية كانت هادئة، حتى الحاجات اللي كان فيها خلاف الفار كان في وقت من الأوقات بيحلها بشكل جيد. نمرة ثلاثة النادي الإسماعيلي. هارد لك طبعا للنادي الإسماعيلي وهارد لك لجمهوره، ولكن أنا أول مرة في التاريخ يجي لي كم الرسائل ده من جمهور النادي الإسماعيلي، ورسائل يعني لمجلس الإدارة، ورسائل الإدارة الرسائل بقى دمها تقيل، ليست أنا ليا يعني، مش أنا ما بقتش وجهة نظري، بقت وجهة نظر جمهور الإسماعيلي إن الموضوع وصل لأصعب نقطة، إن كل دي النهاردة مسكنات، إن أي مدير فني ده مش حل، ريكاردو، أحمد العجوز، لا مش عارف مين، ده رأي جمهور النادي الإسماعيلي اللي بيبعته لنا على صفحتنا وبيبعته لي كل يوم، والناس بقت تتكلم يا كابتن لازم يكون في روشتة، لازم نحس إن في حل من الإدارة، الناس مش حاسة، الناس حاسة إن في مسكنات، والناس حاسة إن فريق الإسماعيلي راح في منطقة صعبة جدا جدا جدا، وده شيء الحقيقة عامل حزن شديد جدا في الشارع الإسماعيلي. دي رسالة إحنا دايما يعني ما بنطلع إما في جمهور بيبقى غضبان قوي بيقول لها رسالة بنطلع نقولها. دي رسالة النادي الإسماعيلي. طبعا فريق النادي الإسماعيلي النهارده فنيا زي ما أنتم شايفين حدث ولا حرج، يعني الأمور خارج نطاق الخدمة تماما، مباراة من طرف واحد، مباراة الأهلي والإسماعيلي دي اسم كبير، ولكن النهارده في الملعب لا، المسافات الأهلي النهارده يكسب 5 و6 و7 و8، الأمور النهارده مختلفة تماما، لا يبقى من النادي الإسماعيلي النهارده فنيا إلا الاسم فقط لا غير. أنا أكتر واحد سندت الاستقرار ومجلس إدارة اللي موجود والناس، ولكن حزن جمهور النادي الإسماعيلي مع الحالة الفنية اللي عليها الفريق، في مشكلة لازم يبقى في حلول مش روشتات، لازم يبقى في سياسة مختلفة الفترة القادمة، لأن إحنا دورنا إما يبقى في نادي جماهيري في مشكلة إن يقوم، دايما بنزق مع الإسماعيلي ومع المصري ومع الاتحاد ومع الأهلي والزمالك، ده في الآخر دورنا. أتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق والهدوء للنادي الإسماعيلي، ونتمنى الأفضل، ونتمنى التوفيق والهدوء أيضا لجمهور النادي الإسماعيلي اللي بيعدي بحالة الحقيقة يعني صعبة جدا حبا في ناديه.